نبقى أيضا في أجواء كأس العالم، نذهب إلى الدوحة إلى مفدي العربية ليث بزاري وعبد المحسن الحربي. الكلمة لكما، أبدأ معك ليث. حتى الآن تقدم للمنتخب البولندي يمكن عكس مجريات المباراة، كان المنتخب متمكن من السيطرة أكثر من هجمة يعني، لكن يمكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن إن شاء الله نقول التعويض خلال مسار هذه المباراة. الأجواء، نعم خالد، يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، قد تكون السفن تتغير أو الرياح تتغير بعد قليل، فنشاهد عبر هذه الشاشة على جوال مع هذا الشخص الذي الشاب الذي يحاول متابعة المباراة، مباراة المنتخب السعودي مع بولندا على جواله، بسبب وبكل بساطة أن حوالي هذا الملعب، ملعب المدينة التعليمية هنا في الدوحة، لا توجد فان زونز، لا توجد مكان لمشاهدة شاشات لمشاهدة المباريات، والكثير من هؤلاء الشباب حاولوا الوصول أو الذهاب إلى مناطق أخرى، إلى نسمع صرخات في الملعب، لا أدري إذا كان هدفا أم لا. بنالتي نعم، هذا ما نسمع، ولكن كما قلت لك تجري الرياح وتعود مرة أخرى. نعم. ولكن خالد، يعني إذا سألنا الشباب كيف تقضون الوقت بين المباراة، أثناء المباراة وأنتم لا تملكون تذاكر لمشاهدة هذه المباراة عن قرب؟ أنا مرحبا أطالب الفيفا أن تضع مباريات المنتخب السعودي في أكبر ملعب في قطر، لأن المشجعين السعوديين أكثر مشجعين في قطر. نعم، وكيف أنتم ممكن تجدوا مكان؟ يعني شو الفكرة هلا؟ كيفكم بتروحوا تلاقوا مكان فان زون أو أماكن لمشاهدة المباراة؟ المفروض تكون في حلول بديلة، مثلا بدال هالشاشة هذه تكون شاشة حق المباراة، مثلا عرض المباريات أفضل يعني حوالي الملعب. نعم، في عندك بعد الفان فستيفال نقدر نشوف فيه شاشة. نعم نعم نعم. المفروض المنتخب السعودي يحطونا كل مباراة في ملعب لوسيل، والمفروض يصير تشديد على السوق السوداء، مو طبيعي هناك كله يقولون 2500 ريال تذكرة. نعم. يعني احنا جايين من مسافات بعيدة وناس بتوزع بأسعار زينة، واخرج يقول لك 2500، هو ياخذها مجانا. نعم. المفروض شو يصير في احنا الان نترقب يا ليث. هلا خلينا نشوف على كل حال اللاعب الذي سيسدد ضربة الجزاء. نعم نترقب معك على الشاشة. جول، هذا ما يحصل كما قلنا. جول 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 بلنتي. احنا بنتابع خالد معك. سالم الان سيسدد. نعم، يعني نحاول قدر الامكان ان نكون معك اول باول. يعني لا حسب البلنتي بشكل ايه، بس اقصد لا تفضل. صلوا على النبي، صلوا على النبي. ضاعت ضاعت ضاعت. قولوا يا الله يا الله، الله اكبر، للاسف ضاع. معليش، لسه الوقت طويل في المباراة. ضاع للاسف، ولكن معلي، لكن مستوى المنتخب حتى الآن مطمئن، ممكن يرجع بالتأكيد. تابع دقيقة. بلنتي. اكزاكتلي، بالضبط. نشاهد ونتابع. ويا الله معك ومع المشاهدين على الشاشة مباشرة. عبد المحسن، خلينا أروح لعبد المحسن إلي. خلينا نشوف الصورة عند عبد المحسن. عبد المحسن، تفضل. نعم. نعم نعم خالد، في الحقيقة أنا انتقلت إلى هؤلاء المشجعين الذين يتابعون. والله ما شاء الله تبارك الله، كبير من الشباب بإذن الله. أعود إليك ليث، تفضل. نعم، يعني المباراة مستمرة يا خالد، لم تنتهي بعد، وحتى هذه اللحظة ما زال الكثير من الشباب هنا حول الملعب في المناطق المحيطة بالملعب بالانتظار، وهناك يعني أول مرة بشاهد عدد كبير من الشباب يحملون جوالاتهم ويشاهدون المباراة على جوال قرب الملعب، يسمعون صوت الصريخ والهتافات من الملعب عندما يكون هناك بنالتي مثل ما شفنا قبل قليل، ولكن الكثير منهم جاء من بعيد. هناك شخص التقيته قبل قليل، حضرتك من جدة بعد؟ نعم، من جدة، من السعودية ومن أبها تحديدا. أهلا وسهلا. من المنطقة الجنوبية. نعم. كيف تتفاعل وتقضي وقتك خارج أوقات المباراة؟ والله ما شاء الله تبارك الله، الأخوان في قطر يعني هيئوا كل شيء حقيقة، ما شاء الله تبارك الله، أماكن فخمة جدا للنزهة، سواء كان في مباراة أو ما في مباراة، يعني الواحد ما عاد يبغى يروح من قطر حقيقة، في كتارة، في اللوليا، في لوسيل، في يعني أماكن كثيرة حقيقة، نشكرهم حقيقة، وتسهيلات واحترام يعني وتعامل راقي جدا. نعم، كيف طريقتك لتشجيع المنتخب السعودي الأخضر؟
والله يعني احنا من الملعب يعني هو افضل شيء. ايضا يعني احنا حجزنا تذاكر للمباراه الثانيه لانه طبعا ما حتقدر تاخذ مباراه المنتخب كلها، فانت مباراه مثلا ما تقدر تشوفها في اخوك يقدر يشوفها وزي كذا، يعني حاولنا ان نحجز اللي نقدر لان الحجز محدود. يعني الان الملعب ياخذ 44 ألف متفرج او 45، بينما ملعب لوسيل ياخذ 88. في مباريات مهمه بعد المنتخب الارجنتيني وبعد يعني ما شاء الله تبارك الله المستوى اللي قدم المنتخب السعودي، يعني جاء زحمه كبيره على التذاكر ونفذت باي شكل، يعني انك مستحيل انك تقدر تاخذ تذكره. شكرا لك. على كل حال خالد، الاجواء التذاكر نفذت ولكن طيب. هناك الاجواء مستمره وبقوه، يعني ساعات الظلام تحل على الدوحه الان، ولكن الكثير من المشجعين والشباب الذين اتوا اليوم صباحا عبر معبر سلوى الى هذه المنطقه من الدوحه الى المدينه التعليميه في الدوحه، وذلك طبعا لحضور المباراه ان كان من داخل او خارج الملعب. شاهدنا حضور خالد تقريبا الساعة، وصلنا إلى هنا الساعة 9:30 طيب. صباحا، وإذا من كثير من الذين يأتون على متن حافلات. شكرا لك ليث بزاري من الدوحة، وكذلك عبد المحسن الحربي.